حياكم الله أحبتنا. ربما كنت ممن يمتلك بين أفراد عائلته طفلا ذو احتياجات خاصة، أو يتواجد في محيطك وبين أصدقائك من يمتلك أو عنده طفل بهذه المواصفات، كيف يمكنك التعامل معه؟ بالطبع هذا هو السؤال الأهم في مثل هذه الحالات. بلا شك، واليوم في لقائنا راح نتعرف أكثر على ماهية الاحتياجات الخاصة اللي تختلف من طفل لآخر، وبعض النصائح اللي يمكنكم الاستعانة فيها أثناء تعاملكم مع طفل ذي الاحتياجات الخاصة. يسعدنا أن نستضيف استشارية الموارد البشرية والمدرب المعتمد الكوتش منى شكر الله. حياك الله معنا في صباح الخير الكويت. صباح النور ومرحبا، تشرفت بلقاكم. حياك الله. الحين إذا بنقول الطفل، شو اللي يخلي الطفل يكون من أصحاب الحاجة لرعاية خاصة، وشنو الاحتياجات الخاصة؟ حلو، بما أن نقول ذوي الاحتياجات الخاصة، أي تركيبة الطفل الداخلية والسيكولوجية تختلف عن الأطفال الأسوياء، فيحتاجون إلى اهتمام أكثر، يحتاجون إلى مراعاة أكثر ووصول إلى عالمهم الخاص. حلو منى، اهتمام لك كبير بهذه الفئة، ليش؟ بالواقع أنا جدا أهتم لهذه الفئة لأن أستمد طاقتي منهم، وهم فعلا تحت نقول مسمى ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن لا يعني ذلك أنهم يعني غير أسوياء في تفكيرهم. هم فعلا أصحاب أفكار واعية وناس فذة، خلينا نقول. سبحان الله. أنا باعتقادي أنه الطفل من ولادته من المهد حتى يصل إلى تقريبا أوائل سن المراهقة، أعتقد أنه صاحب احتياجات خاصة، ليس بالضرورة أن يكون معاق بدنيا أو ذهنيا أو كذا، أن في رعاية من ولي الأمر، في رعاية من الدولة، توافقين الرأي؟ نعم جدا. أول شيء حبيت أبين الفرق بين ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الإعاقة أي أنهم يعانون من إعاقة جسدية بإمكان أن إحنا نشوف بعين المجردة، يعني مثلا في أطرافهم، في التمتمة، في لغة الجسد وإلى آخره. أما ذوي الاحتياجات الخاصة مثل كما تفضلنا، تركيبة الجسم ممكن تكون مختلفة، أو صعوبات التعلم من كروموزومات، تغيير كروموزومات الإنسان مثل المتلازمة داون والتوحديين. جميل. إذا بروح معك كوتش منى حق الدورات التدريبية اللي تقيمينها لمعلمين ومعلمات ذوي الاحتياجات الخاصة، أهمية هذه الدورات وفعلا يحتاجون إلى هذه الدورات من وجهة نظري. في الواقع فعلا هم يحتاجون بأمس الحاجة، لأن المدربين المدرسين وأولياء الأمور والناس المحيطة دول الدرمدار ذوي الاحتياجات الخاصة هم أكثر الناس يجب عليهم أن احنا ندربهم عشان يعرفون من هو ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. خصوصا فطرة الإنسان طبيعيا إذا ما يقدر يوصل رسالة من داخله من جوفه إلى الطرف الآخر ممكن يكون عصبي، ولكن ذيلا بما أنهم احتياجات خاصة ممكن أن احنا نتعامل معهم بحذر أكثر وبالتدريب بأشياء ملموسة، ممكن أن احنا ندربهم عليها. وغير هالشيء لغة الجسد. صحيح. كيفية قراءة لغة الجسد من حولها. صحيح. دائما نتحدث عن الدورات الخاصة بالمعلمين، لكن إذا بغير نتكلم عن أولياء الأمور، فئة أولياء الأمور اللي عندهم فئة الاحتياجات الخاصة، هل تختلف عن غيرها من دورات أخرى؟ نعم بلا شك، لأن الدورات اللي تكون تلامس العاطفة أكثر من العقل هي الدورات اللي احنا دائما نسلط عليها الضوء. وبالنسبة للعوائل أو العائلات اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة، بعضهم عندهم خصوصا المتلازمة داون، الأم أو المرأة تكون أكثر مصابة من بعد سن 40، وقد
تكون الولية الأمر غير مهيئة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. فإحنا نكسر هذا الحاجز ونسوي نفس الترابط بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأمه، بحيث أن التواصل يكون بينهم فعال، على أساس لا تصير مشكلة عند الأم ولا عند الطفل. هذا ضروري جدا أنا أشوفه في الوقت الراهن. يمكن كوتش منى، الناس أو العوائل مثل ما قلتي اللي عندهم التوحديين، الأطفال فيهم توحد، يميلون كثيرا إلى العنف، ويعني الرغبة أن هم يحاولون يفرضون ذاتهم بطريقة عنيفة شوي. شو ممكن يتعاملون معهم، خاصة أن في كثير من العوائل أيضا ما عندها ثقافة، ما عندها دورات تدريبية في كيفية التعامل مع التوحديين؟ لذا نحن ننصح كل أسرة، وليست فقط أسرة، المجتمع كأكملة، أن يحضرون الدورات التدريبية لدمج التوحدي والمتلازمة الدوم في المجتمع، لأن من أقل الأشياء هو حقه كأي إنسان آخر بإمكانه أنه طيب أبوائي. شو يتعاملون مع عنفة في البيت، خلنا نقول بطريقة يومية يكون في لحظات جدا عنيف؟ نعم، هناك طرق معينة إذا إحنا فعلا تيقنا شلون أن إحنا نقدر نتعامل مع هذه الفئة راح يخف علينا العبء. مثلا بعض الاحتياجات الخاصة عندهم سماكة في اللسان، يحصلون صعوبة لتوصيل الرسالة للطرف الآخر. ممكن نسهل عملية التواصل بيننا وبين الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة بصور، بمجرد أنه هو بإمكانه أنه هو يكتب يرسم يأشر، خصوصا إذا كان صغير. ممكن أن إحنا إذا كان في ألم في الجسد، يمكن قد يعاني الطفل من ألم ما ولا يستطيع أنه هو يشرح طريقة واضحة أنه هو يعاني من ألم، ممكن نحن نرسم جسد، نسوي أوج ملامح الوي، نأشر على البطن أو على العضو اللي فيه الألم. ألم. طيب الأكل، ما علي بقاطعك عبد المحسن، الأكل، نوعية الأكل ممكن يأثر على هذا التوحد، أنه يزيد طاقة، يعطيه هايبر أكثر، شنو الأكل اللي ممكن أوخر عنه؟ بالنسبة للأكل، إحنا أول شيء مو مجرد للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى الأطفال الطبيعيين نخفف عليهم الشوكولات، السكريات وما أدراك ما السكريات، فيعطيهم طاقة فوق طاقتهم ويكونون هايبر أكتيف وتكون فيهم طاقة، ممكن يسوون بلاوي. إذن الموضوع راح يكون في ما يسمى لغة الجسد، بالتالي بالنسبة للغة الجسد عند أطفال التوحد كيف ممكن أن أنا أقرأها؟ أول شيء التوحدي ما عنده يفتقر التواصل البصري، هاي يبين من بعد السنة الثانية، فدائما يكون متقوقع على نفسه، عايش في فقاعته لذاته لوحده. فإحنا شنو نسوي؟ نحاول نخترق تلك الفقاعة وندمجها في المجتمع. نحاول دائما نكون معه، نتكلم معه بتون بسيط، بحيث انه هو ما يحس بقلق او ذعر ويحس بامان، ونخلق الألفة. جميل، وايد حلو. كوتش منى، لو بنتكلم الحين او بالفترة الراهنة، صارت المؤسسات العاملة تدمج هذه الفئة مع اقرانها بالمجتمع اللي نقول الاسوياء، فش رايك بهذه الطريقة او هذه الخطة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع اقرانهم في المجتمع؟ اولا اشكر هاي المؤسسات او اللي يقومون بالفعاليات انهم يدمجون المجتمع. هناك دراسات امريكية، خصوصا احنا طبقنا عندنا في البحرين، يسوون دراسة على نسبة الاحتياج عند المصاب، خلينا نقول ممكن يكون تكون حالته أقل من غيره، فبالتالي من حق إنه هو يشتغل. عندنا محلات الفاست فود، نعطيهم مثلا، يعطونهم شغلات بسيطة، ينظف أو يعني يكون متواجد وبمدخول راك راتب له شهريا. قواك الله. مشاهدينا، كل الشكر والتقدير لضيفتنا استشارية الموارد البشرية المدرب المعتمد منى، شكر الله. شكرا لك. شكرا لكم، الله يسلمك. حياك الله. فاصل صغير ونرادين، لا تبعدوا. احنا بنوه بس على ان راح تكون موجوده معانا ضيفتنا الاستاذه منى، شكر الله. في عندها شغله ثانيه غير ان الحوار اللي جرى، لا في شيء في الختام راح ناخذه معها. انا بفتن حق المشاهد، بقول هي رسامه
وخطاطة وطباخة، يعني تعت كله راح تكون معانا في مطبخ مميز في صباح الخير الكويت، راح تطبخ لنا طبخة حلوة كلنا راح نتريق من لذياتها اليوم. فاصل صغيرون لا تبعدون. شكرا لك نجيب وقواك الله، ورجعنا معاكم لاستديوهاتنا في صباح الخير الكويت، تلفزيون دولة الكويت الحبيبة، والكوتش منى شكر الله اللي قاعد تسوي لنا ويبة الصباح اليوم. كوتش منى وين وصلنا؟ للأمانة راح أسوي وجبتين، الوجبة الأساسية هي بيض مع مشروم سوتيه، وعندنا الهيلثي ستاف سلطة الخضروات ويا أفوكادو وبامكن سيد أورجانيك. حلو، يعني الأكل اليوم كله أورجانيك وطبيعي ومفيد ومن غير أي إضافات ممكن الواحد يحس بتأنيب ضمير وهو يأكلها. فوجبة البيض مفيدة جدا، كلها بروتين إضافة إلى وجود المشروم المشوح فيها، والفليفلة بألوانها، وأيضا السلطة اللي مسويتنا إياها هي كوتش وهي شيف بنفس الوقت اليوم معنا منى. منى الحين نحط البيض على المشروم. نحط البيض على المشروم. يلا نشوفه. نقول بسم الله. يلا. لعشاق البيض والأومليت تحديدا راح يستمتع كثير من خلال هذا البيض اللي سويته اليوم. الحين بعد ما حطينا البيض نرش شوية فلفل أسود. حلو. شوية ملح. ونخفف النار نخليه يستوي على كيفه. على كيفه ينطى. وآخر شيء نخلي البارميجان تشيز من فوق. حلو، هذه السلطة عندنا عبارة عن شنو؟ عبارة عن عندنا خس مقطع وبيبي اسبانيش، هاي زين حق اليهال هيلثي. ممكن يستفيدون من مثل باباي ذا ستيلرمان لما ياكل سبينتش. نس باباي ستيلرمان. على فكره باباي سووا الكاركتير بناء ان زادت اللوكيميا في السابق، فسووا لهم باباي كتشجيع عشان ياكلون السبانخ تحديدا. هذا البيبي سبانخ معانا مع الخس. مع الخس مع الانواع والوان من الفليفله عشان يكون نوع من التشجيع ان الواحد يتلذذ وهو ياكل الوان حلوه. وعندنا والافوكادو طبعا. الافوكادو يعني للكالسيوم وللعظام والدهون والاوميجا 3، وعندنا البامكن سيدز اللي هو بذور اليقطين. اليقطين اللي هو القرع اللي احنا نسميه. هذه الوجبه اللي راح تكون معانا على طاولتنا في صباح الخير مقدمه من ذات الصنائع الجميله والكثيره الكوتش والشيف منى شكر الله. بنرجع لها تالي ونشوف طاولتنا شو راح تكون عامره ان شاء الله معاها. خلونا نروح للقائنا الاخير في صباح الخير الكويت. فاصل صغيرون لا تبعدوا. حياكم الله. الآن كنا نتكلم يوم استضفناها كضيفة ونتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة وعملية التعامل معهم. الآن حلو 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 إن شاء الله. هل الجوعان يصير ذو يصير ذو احتياج خاص في مثل اللحظة؟ إذا كنت في أشد الجوع أنت بالفعل بحاجة إلى الطعام. والطعام اللذيذ من أنامل جميلة. شكرا. كوتش منى اليوم جهزت لنا وجبة صحية جدا أنا قاعدة أشوفها، لأن مكونات السلطة عندنا مفيدة جدا، وأيضا البيض اللي سويتي. بس كنت بتسوي لنا شغلة ثانية، شنو قلتي كنت بتسوي لنا؟ للأمانة كنت بسوي أكلة هندية اسمها تشينا مسالا. تشينا مسالا اللي هي حمسة نخي ويا الكاري باتا يعني شيء. وقلت بتسوي لنا المره الجايه مشبوس محموس. بحريني. حلو. مشبوس محموس يعني محموس. نحمس البصل نحمسه بزياده في اللون الاحمر يصير في العيش. انتوا تشذبتوا على انه مشبوس طلع مشبوس كما ابيض. مشبوس احنا شوي بماي الدياي مصفر شوي. خلينا نرجع عند الاسم الفيلم اللي قلتيه اسمه. مشبوس محموس. ما مو مشبوس محموس اللي قبله الهندي اسمه. تشينا. تشينا. تشينا اللي هو النخي. النخي. زين. والثانية؟ مسالة اللي هي الحمسة. حمسة المسالة. حمسة النخي. يقولوا حمسة النخي. إنزين. ما عليه، هذه مسميات هندية. عبد المحسن لابد أنها تكون موجودة في منيو الأكل الهندي. وطبعاً اليوم الكوتش منى من دار الزين البحرين وأناملها الجميلة اللي سوت لنا هذا الأكل الجميل. ناطرين المشبوس المحموس
باللون على قولتها العسلي للعيش اللي راح يكون ان شاء الله على مائده صباح الخير بالمرات الجايه باذن السميع العليم. هذا النوع من الاكل كوتش منى، اذا عندنا من ذوي الاحتياجات الخاصه خلينا نقول الداون او المتوحد، ممكن نعطيه هذه الاشياء بكميات كبيره ولا ان نحرص ان نقنن الكميه؟ سؤال جدا جميل، لان المتلازمه داون ما عندهم الاحساس بالشبع فهم ياكلون وايد ما يحسون، فخلهم ياكلون اكل صحي مفتوح وسلطه بحيث انه يستفيدون من الاكل بشكل افضل يحق صحتهم. نعم. لكن نبتعد عن السكريات بكل اشكالها والوانها. نعم. قدر المستطاع خاصه في الليل، يعني لا تخلونهم ياكلون الحلو سواء كانوا كبار ولا صغار، وهو اوريدي راح يصيرون هايبر فما راح تقدرون تسيطرون عليهم بشكل كبير، فبالتالي قننوا هذه العمليه واتبعوا الاكل الصحي. كوتش منى، شنو حابه تقولي من خلال هذا اللقاء الجميل اللي امتعتينا اليوم بالطبخ؟ المره الجايه ابي طبخ وخط ورسم ان شاء الله. ما شاء الله. الله يسلمكم. في الامانه حبيت اشكركم من قلب بحرينيه دائما اقولها الى محبيني في الكويت، انا دائما اتردد على الكويت واحبكم وايد 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 بلهجتنا البحرينيه، ودمتم بحب وود. تدرون ليش احنا هالكويت بالذات يعني البحرين لهم خصوصيه عندنا؟ لان طيبكم مو طيب واحد، طيبين، كرمكم مو كرم واحد، كرمين. تدرون ليش؟ لانكم ما انتم بحر، انتوا بحرين. الله الله، يشعر فيكم عبد المحسن بختكم. ما اقدر اسولف. سواء كنتي بحرينيه او كنتي كويتيه، كلنا خليجيين ونفتخر بخليجيتنا. رب يحفظ هذا الخليج ان شاء الله، يحفظ حكامه. الله يا رب العالمين. الله يحفظ. ودائما وابدا من البيت العامر كويت بناصر كنا معاكم، ونكون دايم سلام. الى اللقاء.